في الرباط. انا كلم شويه بالعربيه ولكن انا قارب كسولي اذا لازم اتكلم بالانجليزيه. I'm Stephen O'Dowd. I'm the economic counselor at the American Embassy in Rabat. And oh, you have a special night this evening. Yes. ستيفن أوداود وأنا المستشار الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية واليوم هي فرصة ذهبية لنا ولكم باش نستمتعوا بهذا الحفل هذا. But first we'd like to thank the Mohamed Mahdi, the Wali of Tanger, Tetouan and Al-Husseima and all the local authorities who have helped make this event possible. لكن اولا وقبل كل شيء بغيت نشكر سي محمد ميديا ولي الجهه وجميع السلطات المحليه اللي ساعدونا باش نتنظم هذه الحفله. خشبات المسرح على السيد منير ليموري عمدة مدينه طنجه. السلام عليكم. السيد المستشار الاقتصادي لسفاره الولايات المتحده الامريكيه. السيد الملحق الثقافي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة مديرة المفوضية الأمريكية بطنجة، السيدات والسادة، نقف هنا اليوم جميعا لنستسمع معا بعراقة وأصالة الموسيقى الأمريكية، وتواجدنا في هذا المكان أمام الفرقة الموسيقية الأمريكية فري جروف له دلالة كبرى، فالآن يتصل الحاضر بالماضي. المتحف مفتوح لكل وخصوصا للناس موجودين اليوم. شكرا جزيلا لوجودكم اليوم. هذه حفلة ونحن نحتفل ب 200 سنة من حياة المفوضية الأمريكية. Vive les États-Unis, vive le Maroc, vive الصداقة من بين الاثنين. الفرقة الموسيقية.